هل ستنتهي معاناة أبناء المحفل؟ هكذا يتساءل المواطنون هنا بعد وصول القوات الشرعية إلى المدينة في عمليات عسكرية واسعة يخوضها الجيش ضد الجماعات المسلحة. اليوم وبعد تحرير آخر مناطق محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة ووصول الجيش المسنود بدعم التحالف العربي لمشارف محافظة شبوه المجاورة، يتفاءل أبناء المحفل خيرا بالحملة الأمنية، لكنهم في انتظار ما بعد هذه المرحلة من تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية. حقيقة يعني وضع المديرية الآن شبه يعني مستغرب نوعا ما، رغم يعني بعض يعني الإخلالات الأمنية، ولكن هكذا البداية دائما تشوبها يعني بعض السلبيات. الجهات المعنية في مديرية المحفد هي الأخرى تطالب الحكومة الشرعية بالمزيد من الدعم للحفاظ على ما حققه الجيش من انتصارات على الأرض لكي تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل أفضل وتنتهي حالة الانفلات الأمني الذي عانت منه المدينة طويلا. نحن لما رضا قررنا نقاط في المديرية وبحاجه إلى مجاميع تقرس فيها النقاط وبحاجه إلى إمكانيات، إذا كانت الدولة تريد أن تأمن واستقرار في المديرية، لأن المديرية هذا مترامي ترى طرف متباعد. على المستوى الإنساني والإغاثي فهذه الدفعة من المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي هي الأولى التي تدخل المدينة بعد إعلان تحريرها. هذا الإغاثة عبارة عن سلال غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمديرية المحفل، وتم توكيلها إلى المجلس الأهلي في توزيعها لكونه مشرف على إغاثة بشكل عام في المديرية لأكثر من عام. مثل هكذا جهود وحدها لا تكفي، فالتحديات والمشاكل التي تواجه أبناء المحفل كثيرة، ويرون إلا سبيل لتجاوزها والتخلص منها سوى حين تقوم الدولة بواجبها تجاه المواطنين. هكذا تبدو الحياة في مدينة المحفل بعد أن تمكن الجيش المسنود بدعم التحالف العربي من إحكام سيطرته على المدينة، لكن ما زال ثمة احتياجات خدمية يطالب المواطنون بضرورة توفيرها. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس المحفل.